الحاج بن عودة في غولي صاحب المئة سنة إلى خمسة بمدينة تيهرت نشيط ووفي لهوايته وهواية أجداده المفضلة تربية وتدريب الخيول التي نشأ وترعرع معها في مزرعة والده في ثلاثينيات القرن الماضي أين تعلم ركوب الفروسية وهو طفل صغير. كنت ذري صغير كما ذاك كانوا عندنا الخيل في المتاعد في بلادنا في هذا ها نركبوك ونركب ندرب خيلنا أنا على مهارتي وأنا شدهم. بن عودة بدأ ممارسة الفروسية سنة 1947 لكن الحظ لم يسعف لإبراز قدراته في مختلف أنواع هذه الرياضة بسبب الاستعمار الفرنسي الذي كان يحرم الجزائريين من ذلك. هنا بجومانتري فكارانسيس مكارانسيس بلاثيب فيها حتى الخمس 57 قبضوني في الحبس قعدت ثلاثة أشهر ورجعت خريصة الخطأ الأخرى ردوني 15 يوم ومن ثم خريصة قعدت دخنا في جوماتي جاسي سلبي درنا كلوب هذه. التحق بمركز شوشاوة لتربية وتنمية الخيول وببزوغ شمس الحرية في 1962 كان من السباقين إلى تأسيس مركز الفروسية الأمير عبد القادر. ربحنا درنا كونكور رجلت أنا ربحت ديت لكم أعطاها لي بومدين بروحه وقال لي قايد أحمد طال ما تفطر ما تفرش ولا كل خطرة يجي لي قايد أحمد ما قطعش هو سبب جوماتري قاعد بسبب قايد أحمد. الحاج بن عودة تحصل على عدة ألقاب وكؤوس منها بطل الجزائر في القفز على الحواجز وقبلها كان بطل الجزائر في سباق القدرة والتحمل كما شارك في عدة تظاهرات في مختلف ولايات الوطن على ظهر حصانه المفضل طاجين. الشيخ ما زال وفياً ومحباً لخيوله يزورها صباحاً ومساءً وله قصة خاصة مع محبوبته سراب العمياء. ماذا عرب بارب كاين بارب كاين الانجليز وكاين البيرصارة ثلاث كالية أربع كاليتيات كاين تعرف الخير طيحني العود لابستاك خطرة لي العودة تاعي في كاتماتيفو بنك طاح كلي هاك ونار تسويت وحود يقولوا لي تطحت وحود يقولوا ما طحتش فوت بالكاميرا صابوني ما نزلتش من فوق ونار ما توشيت لا والو بالنار. تبقى رياضة الأجداد وهواية الفروسية من الرياضات المفضلة لدى الكثير من الجزائريين حيث يدعو الحاج في غولي لدعمها والاهتمام بها للحفاظ على هذا الموروث التاريخي الأصيل.